للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي. مرحبا بك أستاذ محمد. أنباء عن مقتل جنديين حكوميين باشتباكات مع ميليشيا البككة في قضاء سنجار، كيف ترى نفوذ هذه الميليشيا في سنجار؟ يعني سيدي، ما بعد خروج تنظيم الدولة أصبح المتواجدون اليوم يتعاملون مع مدينة الموصل، مع محافظة نينوى بصورة عامة، وكأنها تركة وغنيمة لما يسمون أنفسهم بالمنتصرين على تنظيم الدولة. لذلك نجد أن هنالك لا يوجد مفهوم دولة حقيقي في هذه المحافظة منذ خروج تنظيم الدولة وحتى الآن، ولا لم المواطنين لم يعودوا إلى منازلهم، لم تعد هذه المدينة المحافظة بصورة كاملة والأقضية التابعة لها لم تعد لأهلها الأصليين، بالعكس إنها اليوم أصبحت تركة لهذه الميليشيات ومن يتعاون معها. لذلك نجد بأن المرحلة اليوم وصلت إلى صراع داخلي على النفوذ، صراع داخلي على القوة، صراع اقتصادي لا يختص فقط فيما حدث مؤخرا في سنجار. سبق منذ أسبوعين حدثت هنالك انفجارات أيضا لم يتبناها تنظيم الدولة، بالعكس فالمتهم الأول فيها هي هذه الصراعات السياسية ما بين الميليشيات أنفسها. من أوصل هذه الميليشيات لحالة شبه سيادية على الأرض في سنجار ومحيطها؟ يعني سيدي، هو غياب الدولة الموجودة في بغداد غياب حقيقي، لا توجد هنالك مفاهيم دولة. الحاكمون في بغداد، هذه الأحزاب، لم يتبنوا مفهوم الدولة وبناء الدولة، بالعكس هم عصابات جاءوا مع الدبابة، ولذلك لم يبنوا شيء في 16 سنة، بالعكس تفاقمت الأخطاء، وصلت إلى مرحلة كارثية اليوم انعكست بالدرجة الأولى على المحافظات المدمرة وبالأخص الموصل. اليوم تعيش مفهوم أن هنالك ميليشيات كميليشيات البككة وميليشيات الحشد الشعبي المتحالفة، وحتى تنظيم الدولة أيضا يمارس دور ما فوق الدولة. تجد بأن الجندي والشرطي والمواطن هو أضعف الموجودين في هذه المحافظة. الأنباء تفيد أن قيادات من ميليشيا الحشد وصلوا إلى قضاء سنجار للتهدئة بعد هذه الاشتباكات، كيف ترى دور ميليشيا الحشد في هذه الأزمة؟ هو سيدي، تنظيم حزب العمال الكردستاني البكك هو أصبح الطفل المدلل للميليشيات الحشد الشعبي، طبعا هو المتحالف معها وهم من سمحوا لهم بالسيطرة على سنجار وإنشاء حكومة داخلية، كون أن هذا التنظيم سيدي هو حاله حال تنظيم الدولة داعش، حاله حال حزب الله والحارة الثوري الإيراني، هو مصنف على قوائم الإرهاب الدولية في الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا. لذلك تجد بأن اليوم مثل هذه الخطوة، قتل جنود تابعين للدولة، جنود حكوميين، قتلهم والتعدي على هذه النقطة كان بالإمكان للحكومة. توجد قوات قريبة وقوات دولية قريبة سواء كانوا أمريكان أو قوات تركية، كان من الممكن للحكومة أن تستعين بدعم تركيا أو دعم أمريكي لشن عملية برية وتخليص سنجار في ساعات كما حدث في الموصل وغيرها، لكن لا يستطيعون عمل ذلك كون أن البككة هي الطفل المدلل والحليف لميليشيات الحشد الشعبي. إذا كان ميليشيا الحشد وميليشيا البككة قد شكلا سلطة إدارية جديدة في سنجار، أين سيادة الدولة؟ يعني هل ستظل سيادة الدولة غائبة؟ يعني سيدي، احنا نتحدث اليوم عن حالة عكسية. اليوم ميليشيات الحشد الشعبي اليوم يوجد لديها أطراف وأذرع، أصبحت يوجد لديها أذرع في مناطق كالموصل، واليوم يوجد لديها أذرع في محافظات كالأنبار وكسامراء، وتتمدد اليوم وفي بغداد وأيضا ستصل إلى المحافظات الجنوبية. طبعا هي فكرة الحرس الثوري نفسه التابع للولي الفقيه، اليوم تطبق وتطبق ميليشيات الحشد الشعبي في محاولة للسيطرة على السياسية والعسكرية والاقتصادية على جميع محافظات العراق، طبعا من زاخو إلى البصرة. وهذا المشروع اليوم يكون ربما نجد أنه في ذروته اليوم في الموصل، لكنه بالتأكيد سينعكس على بقية المحافظات في المستقبل. كيف تنظر إلى تداعيات ذلك على المحافظات الشمالية؟ المحافظات الشمالية سيدي الكريم هم يعلمون جيدا، لكن حقيقة هنالك توجهات نحو ضم أراضي أكثر مما توجهات في محافظة على يعني على الشراكة
ما بينهم وما بين المحافظات القريبه عليهم، كان من الممكن انه امن الموصل يكون بدرجه الاولويه، كون ان الموصل اذا تاثرت امنيا بالتاكيد سوف ينعكس سلبيا على محافظات اقليم كردستان، لكن لا نجد هنالك اي حركه اي تحرك في هذا الجانب. طبعا اقليم كردستان كان يستطيع ايضا ان يتواصل مع قوات التحالف في محاوله انه فرض رؤية أمنية أفضل في مدينة الموصل. التفاهمات التي تجري اليوم من الإقليم مع بغداد لا تخص أمن المحافظات المدمرة بقدر ما تخص مصلحة الإقليم طبعا، وهذه تحتسب لأنه كان من الممكن لهذا الإقليم أنه يمارس دور أفضل وإيجابي في المحافظات المحيطة به. نعم، من برلين الخبير الأمني والعسكري الأستاذ محمد فوزي اللامي، شكرا لك.